بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نهنئ الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك الذي بفضل الله عز وجل نسأل الله أن يأتينا العام المقبل وقد تحققت أمانينا وحصلنا على حرياتنا كشعوب عربية وإسلامية، واستعدنا كرامتنا بتحرير مقدساتنا وأقصانا بإذن الله عز وجل. العيد في مدينة القدس، يعني يأتي هذا العام العيد بظروف استثنائية، ظروف صعبة، ظروف الكورونا وظروف الاحتلال الذي يكثف من اعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك، الاحتلال الذي يعني يعمل على تهويد المسجد الأقصى المبارك ويهدد باقتطاع جزء منه لتحويله لكنيس صهيوني يهودي داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. بفضل الله عز وجل رأينا تمسك أهل مدينة القدس بالذات وكل من استطاع أن يأتي إلى المسجد الأقصى المبارك بمسجدهم ودفاعهم عن مسجدهم وثباتهم في هذا المسجد. رأينا جموع المصلين تأتي إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، صلاة العيد التي يعني بفضل الله كانت عامرة بالعباد، كانت عامرة بالمعتكفين بالمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، رأيناهم يأتون. ولكن حقيقة بهجة العيد وسعادة العيد تغيب عن مدينة القدس كما تغيب عن مدن كثيرة إسلامية وعربية. لا شك أن الأمة تعيش في لحظات صعبة وظروف صعبة تعبر عن الحال السيء الذي وصلت إليه الأمة من احتلال لديارها، من حروب في بعض دولها، من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية في كثير من دولها. كل هذا يعبر عن حالة الهوان الذي وصلت إليه الأمة حينما احتلت مدينة القدس، حينما احتلت فلسطين، حينما دخل الاحتلال الصهيوني هذه الديار المباركة التي رب العالمين باركها من فوق سبع سماوات وجعلها مقراً لمعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الديار المباركة التي تم احتلالها، تم تهجير شعبها، تم الاستيلاء على خيراتها من قبل هذا الاحتلال الذي لا يملك فيها أي حق، ومع ذلك نقول هي شعيرة من شعائر الله عز وجل نقوم بها ونتعبد الله بها بهذا العيد. ونسأل الله عز وجل أن يأتي العيد القادم وقد تحسنت ظروف الأمة وقد اجتمعت الأمة تحت راية واحدة، تحت راية تنصرها وتعزها.